العنقي، وقلنا الأسباب بتاعته كتيرة جدا، منها سوء استخدام الرقبة، الحركة الجامدة، الخبطات أو الإصابات بتاعت حوادث الطرق والكلام ده كله، بتبقى عامل مساعد في المنطقة العنقية، لأن هي أكثر حركة وأكثر تعرض للإصابة وعضلاتها ضعيفة. طب بالنسبة للقطنية، إيه الموضوع؟ الفقرات القطنية هم 5 فقرات، يعني نبدأ بالفقرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لحد ما نبدأ نركب على الفقرات العجزية، والفقرات العجزية هي المكملة بعد كده. طيب العجزية والعصعصية دول بيندمجوا مع بعض، بيلحموا، بيتكون للجزء الأسفل من العمود الفقري ما يسمى المنطقة العجزية، ودي داخلة في الحوض، والمنطقة العصعصية ودي داخلة برضو في الحوض من تحت. القطنية هم 5 فقرات. طيب ما بين ال5 فقرات في غضاريف، ما بين زي ما احنا عارفين كل فقرتين ما بينهم غضروف. الغضروف ده الحقيقة وظيفته مهمة جدا، يعني الغضروف ربنا خلقه علشان العظم ده ما يحتكش ببعضه. ليه؟ لازم يبقى عامل زي ايه؟ الوسادة كده، زي المخدة. يعني احنا عارفين دايما، اي حد فاهم مثلا اللي بيفهم في الميكانيكا عارف ان الاجزاء المعدنية ما تقدرش حطها وهي متحركة على بعضها، لازم تعمل عازل ما بينهم، تعمل جوينت، تعمل مفصل. المفصل ده عندنا هنا في الفقرات الاساسي بتاعه هي المخدة بتاعت الغضروف. الغضروف ده عامل زي الكاوتشة، عامل زي العجلة، عامل زي الجوان، فقرة نايمة فوق، وادي الفقرة اللي تحتيه واللي في النص هو الغضروف. الغضروف ده فايدته يسمح بالانحناء، انا بوطي قدام وورا ووطني، لان الغضروف يسمح بذلك، لان الغضروف سليم، يسمح بانك تنط نطة كده تلاقي جسمك عامل زي السوستة. يعني احنا لما عملوا تصوير للناس او الرياضيين بالذات وهم بينطوا بيعملوا قفز مسافات عالية وينط حاجز وينزل على الارض او بتاع، لقاه عامل بالظبط زي السوستة بالتصوير بالكاميرات الدقيق جدا. الواحد ينط هو ارتفاعه مثلا زي 170 سنتي، تلاقيه اوتوماتيك بينزل في رينج 10 سنتي ويرجعهم تاني زي السوستة. بيطلع البني ادم بيقصر ويطول، بيقصر ويطول على حسب كفاءة الغضاريف. ودايما احنا بنفتكر دايما ان مثلا جدنا او جدتنا كانت طويلة، وبعد كده في الاخر تلاقيها بقت قدك، بقت قصيرة وانت صغير كده، بقت قصيرة. هي جد بيقصر ليه او جدتي بتقصر ليه؟ لان الغضاريف لما بتتآكل كل غضروف بينزل حوالي 0.7 سنتي، يعني سنتي الا حتة. فانا لو عندي 25 غضروف دول 25 سنتي، لو هيتعبوا يتعب نصهم، يبقى انا بنزل 12 سنتي، تلاقي الواحد قصر او نزل في طوله الى 10 سنتي، 12 سنتي، 15 سنتي حتى. طيب الغضروف تركيبه ايه؟ الغضروف ده ربنا خلقه مفيد جدا، تركيبه عامل زي الكاوتش كده ناشف، بس من جوه طري، يعني عامل زي الايه، زي الجيلي كده من الداخل بتاعه. الغضروف لما يبدا يتضغط من فوق يفرش، يبقى عامل زي العجينه، كانك بتدوس على، تجيب كوره كده وندوس عليها تلاقي الكوره تفرش كده وتبطط معاك. دي فايده الغضروف تمام. لو حصل بقى تمزق في الغضروف من الخارج، اتقطع، فالماده اللي جوه دي هتخرج لبره، هتبدا تنطلق الى الخارج، هتضغط على العصب اللي وراه، وهنشوف الكلام ده بعد شويه. الغضروف يضغط على العصب، طب ما هو طري، ايه المشكله؟ لا، هو طري طول ما هو جوه، اول ما يبدا يخرج بره يتحول الى زي الحجر، زي الكاوتشه الناشفه، يعني عامل زي الابره كده لمست العصب او ضغطت عليه، ساعات بتعور العصب وساعات بتقطع العصب كمان. طيب الانزلاق الغضروف بيجي من ايه؟ من المجهود غلط، قعده غلط، وقفه غلط، شيله غلط، نطه غلط، لفه غلط. الواحد قاعد مثلا على كرسي بيوطي يجيب حاجه، او ست البيت في البيت وهي بتلف شالت السجاده، شالت الطقم، الانتريه، مش عارف ايه، دخلنا في المشكله اللي هي بتاعت انا عملت تحميل على الغضروف والغضروف تعب منه. مشاكل الغضروف 80% منها قابله للحل في المراحل الاولى بتاعتها. يعني ايه في المراحل الاولى؟ ده رساله بقى، يعني نروح لدكتورنا، انا بشتكي من الام في ظهري، الام بتنزل في رجليا، تعال نروح للدكتور، هنبدا نعمل اشعه، اشعه رنين، اشعه عاديه، اشعه مقطعيه، المهم الاشعه اللي هتتعمل، وانا بفضل دايما اشعه الرنين المغناطيسي لان هي ادق شيء في التشخيص. عملنا الاشعه والدكتور قال لك خلي بالك ده انت عندك غضروف 1 او 2 او 3 او نتوء غضروفي، يبقى لازم اراعي هذا الكلام. ساعات بقى كتيره جدا نبدا ندخل في سلسله الجدل الذي لا يؤدي الى النتيجه. يقول يا دكتور ما انا اصلا عندي اولاد وعيالي في التعليم وفي مدرسه ومش عارف اريح، مش عارف. طب ما انت حضرتك مش هتريحي، بس الغضروف هيكبر، يعني ما تقدريش بقى تطلبي ان انا مجرد ما خدت علاج ان انا اخف. لا، العلاج مش هيخففك، العلاج لوحده مش كفايه،
لان انا النهارده عشان اعالج انا محتاج امشي في منظومه علاجيه، والعلاج يشمل علاجات دوائيه، علاجات مع بالراحه، يعني ان انا استريح وانام او امدد او افرد ظهري، او ان انا البس رقبه، او ان انا اعمل جلسات علاج طبيعي، او ان انا حتى اتدخل جراحيا فهو نوع من العلاج. طيب احنا مش عايزين نوصل لكلمه العمليه ودي اللي بتخوف الناس، احنا عايزين نبعد عن كلمه عمليه. طيب ما مش هنبعد برضو بنيتنا، يعني انا نيتي ان انا ابعد، لا ده انا ما نفسيش اعمل عمليه، لا اصلا انا بخاف اعمل عمليه. يا سلام، هو انت عشان تخاف تعمل عمليه يبقى العمليه مش هتتعمل؟ هتتعمل. ها لا اصلا انا سمعت انهم بيقولوا العمليات مش عارف ايه، يعني بعد العمليه مش بيبقى احسن من قبل العمليه، او واحد تاني يقول لك ده العمليه لها مضاعفات. يا جماعه ما نتكلمش الكلام ده، يا احنا مشاكلنا اكتر في من الغضروف وجوده عن العمليه. العمليه نسب نجاحها بتصل الى 95% و100%، يعني نسب نجاحها مؤكده، بس احنا بنقول دايما الجمله. طيب هو انا النهارده لما تبقى العمليه عندي هي الحل وافضل بتعذب بالعذاب وبالالم، يعني انا حليت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا مش عايز اعمل عمليه، خلاص سيدي ما تعملش عمليه. بس هل اللي قال لك ما تعملش عمليه ده اوجد لك البديل ولا ما اوجدلكش البديل؟ كتير جدا من الناس يقول لك انا رحت للدكتور قال لي حلف لي اوعك تعمل عمليه. طيب يا سيدي ماشي انا موافقك ما تعملش، طب قول له حل لي مشكلتي، لا عيش معاها، يبقى انت ما حلتش حاجه، لا ده المشكله بتزيد مع الوقت. طيب ايه الاعراض اللي تخليني افكر دايما ان انا عندي انزلاق غضروفي او الغضروف زايد عليا وعامل لي مشكله؟ نمره واحد الام الظهر، يعني كتير جدا من الناس اللي يبدا يشتكي عندها نسبه من 30-50% من اللي عنده غضروف اول شكوته بتبقى وجع في ظهره او اسفل الظهر، او يبدا يمسك جنبه بايديه كده او بيسمع في فخده في الهانش من فوق والفخذ. هذا الكلام هي البدايه الحقيقيه لوجود الانزلاق الغضروفي، الالم اللي بيبقى بيسمع في اسفل الظهر. طيب في غضاريف ما بتجيش بالالم في الظهر، في غضاريف ما بتجيش في الالم في الظهر، واول ما تظهر تظهر في الرجل، يسمع الالم ينزل واخد الفخذ واخد الرجل واخد السمانه ونازل على تحت ومسمع ضارب لحد كعب رجليه او واخد الصوابع بتاعه الرجل. لا لازم نبقى عارفين ايه الموضوع، يعني هو الغضروف بيجي من غير وجع في الظهر؟ ده ان ظهري زي الفل. في غضاريف بتيجي من غير اي الام في الظهر. طب هل كل غضروف لازم يسبب شلل ويسبب سقوط في القدم ويسبب انك ما تعرفش تمشي؟ لا طبعا، الغضاريف في بدايتها ما بتعملش كده، علشان كده دي مرحله اللي بنقول اللي احنا العلاج فيها مهم جدا، او التدخل الجراحي حتى فيها مهم جدا. انا ما استناش لحد ما رجليا تتشل او اقول لك انت مش عارف تدوس على صوابع رجليك، وانت مش عارف تدوس على مشط رجليك، مش عارف تدوس على كعب رجليك، يبقى ساعتها هنعمل العمليه خالص. احنا لما نعمل عمليه بنفكر في موضوع العمليه من بدري قبل ما نوصل لهذا الكلام اذا كان العلاج مش جايب معايا نتيجه. طيب قلنا الاعراض بتاعتنا تبدا بالام في الظهر، ممكن الام في الرجل وتسمع لحد تحت لحد كعب الرجل، مش لازم الالم بس، ممكن يبقى تنميل، ممكن يبقى خدلان، ممكن يبقى زي شكشكه. ناس تقول لك انا بحس زي ميه بتغلي تحت رجلي، تحت الجلد بحس ان نار كرباج من النار وصاروخ ماشي في رجلي. ناس تقول لك ده حاسس ان في ولعه وكهرباء وشكشكه وابر ودبابيس. في ناس تقول لك ده انا مش حاسه بالفخذ، بدب فيه ابره وما بحسش بيها. التنميل والخدلان لدرجه بقى التخدير في جزء معين من الجسم. في ناس تبقى القعده بتتعبهم، يعني في ناس يعني الطبيعي جدا ان انت لو انت واقف تعبان طب اقعد استريح، لا ده انا لما بقعد بتعب اكتر، ده انا لما بقف نص ساعه بحس ان وسطي بيتقطب مني. ست البيت تقول لك ده ما بعرفش اقف في المطبخ ربع ساعه على بعضها. طب وبعدين؟ الكلام ده كله هي دي الاعراض المقدمات لمشكله الانزلاق الغضروفي. طيب يبقى مشكله الالم، والمشكله الثانيه كانت مشكله ايه؟ قلنا الم الظهر، الم الرجلين، الاحساس بيلخبط مني. في اعراض ثانيه للانزلاق الغضروفي بنخاف منها بس دي بتبقى اعراض متقدمه. يعني تبدا رجليا تضعف، ده انا ببقى ماشي وبطلع السلالم والشبشب بيتخلع مني من غير ما احس، ده انا بطلع السلم بتكعبل او في العتبه بتكعبل او في السجاده بقع، ده انا لما ببقى نازله السلالم بقع وبتكعبل لان مش عارفه رجليا رايحه فين، مشط رجليا بيسبقني. في ناس يقول لك بقى ايه ده انا باجي اطلع رجليا بتخني، تاخدني وتنزل، ما ده العصب بقى مضغوط والحركه خلاص بقى بتضعف معايا. في ناس بيبقى عندها شكوتها حاجه تانية زي اللخبطه في الجهاز البول، يعني انا ما عادش بمسك نفسي، ده انا ببقى مزنوقه وعايز ادخل الحمام والبول جري بسرعه لو ما دخلتش يسيب مني. ما هو ليه؟ العصب اللي بيحكم
المثانة بقى ضعيف، وعندما يضعف العصب فإن المثانة هتسيب. الحاجة اللي بعد كده، في ناس كتيرة جدا بتبقى شكوتها إن خلاص بقى بدأ يفقد الإحساس في المنطقة بتاعته، الحوض من تحت، منطقة الإخراج كلها مش حاسس بيها، منملة خدلانة مش حاسس بيها خالص، فممكن يبقى تسيب في البول وفي البراز كمان. ده ممكن يبقى فيه في الرجالة بيشتكوا من سرعة القذف والضعف الجنسي والارتخاء السريع، مشاكل كتيرة جدا وكلها بتبقى جاية من منظومة الأعصاب اللي مسؤول عنها المنطقة القطنية والعجزية. طيب احنا عرفنا ان انا عندي مشكلة ورحت للدكتور بشتكي له ألم في ظهري، ألم في رجلي، طب هيعمل الدكتور؟ لازم نمرة واحد الفحص بتاعنا، بنفحصه كويس نعرف مناطق الضعف فين، العضلة الضعيفة أو العضلة القوية، نبدأ نطلب الأبحاث بتاعتنا ما يشمل الأشعاعات والتحاليل والكلام ده كله. الأشعاعات مهمة جدا، الأشعة العادية مهمة، وخاصة لو أنا بتكلم إن واحد وقع أو اتخبط أو حاجة، الأشعة العادية بتفرق معانا، هتبين لو في عندي شرخ، لو في كدمة، لو في كسر أو فقرة متزحزحة من المكان. الأشعة الرنين المغناطيسي مهمة جدا، هي اللي بتبين بقى العصب والأنسجة. الأشعة المقطعية الثلاثية الأبعاد أو المقطعية العادية بنعملها في حالات الإصابات بتاعة الحبل الشوكي بتاعة العمود الفقري، اللي هي حوادث الطرق، حوادث السيارات، الكلام ده كله. ليه؟ لأن ساعات كتيرة جدا بيبقى العظم انكسر أو انضغط أو كولابسد على بعضه كده، قفل على بعضه، فأنا محتاج لو أنا هعمل عملية ببقى عارف أنا هعمل الريكونستراكشن وإعادة الفقرة دي تركيبها إزاي، لازم أشوفها على الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد. في ناس كتيرة جدا وخاصة الناس اللي هم يعني الحقيقة بيهملوا نفسهم ويوصلوا بالهشاشة إلى مرحلة متقدمة. جزء مهم جدا عايز أقوله، الهشاشة بتاعت العمود الفقري، الهشاشة بتاعت العمود الفقري الحقيقة ما بتجيش لوحدها كده، هي دايما بتبدأ بمشكلة في الحوض، مشكلة في عظمة الفخذ، مشكلة في الكتف، الألام في عظمة القص اللي هي بتاعت الصدر دي. ناس تحس يقول لك ده أنا بنام ضلوعي بتوجعني، دي أعراض بداية هشاشة. أو عندي مشكلة في الإيه؟ في الإحساس بقى، ألم في كل حتة في جسمي، ها؟ عظمي مكسر. خلي بالكم الهشاشة النهاردة ما عادتش مرتبطة بالسن الكبير، ده ممكن تيجي في السن الصغير وممكن تيجي لحد الأربعينات والأقل من كده بنشوفها دلوقتي. ساعات بتبقى مرتبطة بحالة مرضية، زي الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل مع الكلى وبيجي لهم نقص في الكالسيوم أو الكورتيزون بيعلى في دمهم يعمل لهم نوع من الهشاشة المرضية ويكسر العظم. في مرتبط بالسن، في مرتبط بنوعية الأكل، احنا ما عدناش بنهتم بالأكل الطبيعي وكوباية اللبن وطبق السلطة والخصاية والجزرية، ما عدناش بنهتم بيهم، بقينا كلها الحاجات اللي في العلب ديا والأكل السريع والفاست فودز اللي هو مفهوش قيمة غذائية عالية، فده دايما بيضيع لنا موضوع الكالسيوم اللي احنا يهمنا جدا في بناء العظم بتاعنا. مرض الهشاشة مش نقص كالسيوم بس، ده نقص كالسيوم ونقص بروتين العظم نفسه. علشان كده العلاجات زمان بتاعه الهشاشه كنا بنركز على ادي كالسيوم، فنلاقي الكالسيوم في الدم بيعلى والعظم برده مخوخ وضعيف وتعبان، بينما النهارده بقت في ادويه بتساعد على ترسيب الكالسيوم، تنقل الكالسيوم من الدم الى العظم، تكون السكيلتون والهيكل بتاع الفقرات. طيب لو واحد بقى عنده فقره تعبانه بالهشاشه، ده بيتعذب، فقره واحده الام ما بيعرفش ينام منها، والالم يزيد بالليل، والنبح يشتغل والاكل في العظم يشتغل. يعني والله احد الناس كان بيقول لي انا بحس كلاب بتاكل في ظهري، كلاب بتاكل في عظمي من شده الالم والوجع بتاعه. طب ما بالك بقى لما يبقى عندك ثلاث فقرات واربع فقرات وخمس فقرات والعمود الفقري كله بقى تعبان. حقيقه بتبقى الام لا تحتمل، وبيبقى المريض ده من اكتر الناس اللي صعب عليا جدا. التدخلات الجراحيه ان انا اعمل له عمليه واثبت له الفقرات بتبقى ساعات صعبه جدا، لان العظم نفسه ما عادش فيه قوه ان انا ادخل واركب مسمار واثبت واقوي الفقره، ما يستحملنيش. طيب بنشوف ناس عملوا كده، بيعملوا كده بس بيخربوا الدنيا بقى. يعني اللي بيعمل تثبيت في حاله هشاشه وبيبقى العظم ضعيف، ده بيأذي المريض بتاعه جدا، لدرجه ان احنا بيبقى عندنا مشكله معاهم. ركب مسمار وتلاقي المسمار اكل العظمه كلها وطير العظمه وكسر المفصل بتاع العظمه، لان العظمه ضعيفه مش مستحمله. فعندنا البديل بتاعهم بنعمل حاجه بنسميه حقن ماده اسمنتيه داخل العظم نفسه. طبعا هذه عمليه بتبقى معقده شويه وصعبه شويه، ولكن هي حل لبعض الناس. بتتعمل بطريقتين، الطريقه الاولى هي الطريقه المغلقه، ان انا من الجلد بابره معينه كده ادخل جوه الفقره وابدا احقن هذه الماده، بس هنا المشكله بتبقى مكلفه شويه، لان انا مع كل حقنه انا بدخل الابره دي بطلعها برميها
وبجيب واحده جديده احقن بيها من الناحيه الثانيه وهكذا. لو انا عندي بقى فقره فقرتين ثلاثه ودي حاجه بتبقى مكلفه شويه. طيب بس لها فايده؟ اه لها فايده، لها فايده، بتفرد الفقره، بتقوي العظم، بتقلل الالم، ودي بتبقى النواه التي نبدا عليها البناء بقى. ده بيبقى الاساس ان العظم يبدا يكون عليه من جديد. هي دي القصه، يعني مش مجرد ما عملت حقن العظم الموضوع انتهى، لا ده انا ببدا اخد علاجات علشان تقوي العظم وتضيع الهشاشه. ممكن اخد من 6 شهور لسنه لسنتين علاج لحد ما الدنيا تظبط معايا ويبدا العمود الفقري ينور، ويبقى بدل ما يبقى لونه في الاشعه باين اسود وضلمه كده، لا يبقى لونه ابيض وجميل، العظم يبدا ياخد قوته الطبيعيه. طيب يبقى ناخد بالنا من الهشاشه، وخاصه في السيدات لان هم اكثر الناس عرضه لمشاكل الهشاشه، مع ان الرجال بيتعرضوا ولكن السيدات اكتر. الغضروف لما بيفرقع او يطق او ينزلق او كده، الغضروف ده بيدي ثبات للفقره. طب الفقره اللي ما فيهاش ثبات يحصل فيها ايه؟ حاجه اسمها زحزحه فقريه، تاكل في الفقره، تاكل في الغضروف، يبقى الغضروف بقى سايب وما بيتحركش. يعني ال 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 الغضروف ده بيمسك الفقره ببعضها، لما يتاكل الفقره هيبقى فيها زي بنسميه بوش كده، الفقره سايبه. الفقره ما تبقى سايبه تبدا تتحرك بقى قدام، تخبط في العصب وترجع ورا، تخبط في العصب الى ان تسبب حاجه ما تسمى ضمور في الاعصاب او تاكل في المفاصل الداخليه بتاعت الفقرات، وندخل فيما يسمى الزحزحه الفقريه. الزحزحه الفقريه هي جزء رئيسي جدا ومكمل جدا لايه؟ لموضوع الانزلاق الغضروفي، وده المهم خطير ولازم ناخد بالنا منه، لان كلمه زحزحه فقريه كانت عامله زي كلمه انزلاق غضروف، لا دي بتحتاج اوتوماتيك على طول عمليه. يعني كلمه انزلاق فقاري ده بيحتاج عمليه. انا عايزكم هنيجي مع بعض كده هنبص بصه بس الاول كده على حاجه، ممكن بعد اذنكم نشوف الصوره دي. حاضر. طيب هو معلش ال لا علق هو كده. طيب ما علينا دلوقتي، احنا مش مشكله، احنا بنكمل الكلام بتاعنا. الفقره لما بتنزلق الفقره او بتتحرك الفقره، انا محتاج ان انا اعمل لها ايه بعد كده؟ لازم اثبتها. طب عشان تتثبت الفقره يبقى محتاج تدخل جراحي، بنحتاج حاجه بنسميها تثبيت الفقرات. التثبيت ده متعدد واشكاله كتيره جدا، واشكاله الحقيقه بقت كتيره جدا، وبنقول دايما ان تثبيت الفقره النهارده ما عادش مشكله، ما عادش كبيره قوي، قضيه كبيره قوي، لكن يعني لازم برضو نهتم ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله. بس اذا وصلنا للتثبيت ما عنديش مشكله. النهارده بنثبت باجهزه حديثه جدا واجهزه حركيه، مواد زي التيتانيوم، نقدر نتحرك ونقدر نوطي ونقدر نشتغل ونقدر نبقى احسن من الاول. اه بنقدر نبقى افضل من هذا الكلام كله. انا مش عارف احنا عندنا مشكله في الاتصالات، طب يا ريت نحلها عشان انا مشاكل العمليه بقى الناس بتخاف وتقلق، تقول لك العمليه، هو احنا ليه نعمل عمليه؟ طب ما ناخد علاج. ما لو العلاج ينفع هنقول علاج. 95% من الناس ممكن العلاج في البدايه في المراحل الاولى، بنقول من 85 ل 95% ممكن العلاج يجيب معاهم نتيجه كويسه جدا ويخف. بس العلاج بيشترط راحه، بيشترط انقاص الوزن، بيشترط ان انا ما اعملش مجهود جامد، بيشترط ان انا اخد علاجي كويس بانتظام وهكذا. في معانا اتصال. اهلا يا محمود. ده حضرتك يا دكتور. اهلا، السماعه بتقطع بس من بره. ايوه محمود. حاضر. لا حقيقي لا دلوقتي انا عندي حاله من 5-5. لا مش سامع كويس. ايوه يا دكتور. الفقره من بدري لما بيحصل فيها هذا الخلل، العلاج بتاعه لو خدنا راحه، لو خدنا علاج طبيعي، لو لبسنا حزام، هيجيب معايا نتيجه كويسه جدا. طب انا اهملت الموضوع وبقالي 10 سنين وبقالي 15 سنه، والله بيجي لنا ناس يقول لك ده انا بقالي 20 سنه وانا بشتكي من ظهري وسايبه، وبعدين باخد شويه علاج ومسكنات، وزمان رحت لفلان وفلان وقال لك ده انت عندك غضروف، وبصراحه انا خفت وما عملتش. في معانا اتصال؟ استاذ احمد. الو. ايوه يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. أهلاً. دكتور انا بحس ان كده في الم في رقبتي، وفي تنميل كده بيحصل في دماغي فوق عيني الشمال. هو انا بقعد غلط، يعني بقعد على طول موطي رقبتي كده، ولا قاعد مثلا معايا كمبيوتر ولا حاجه، فببقى موطي دماغي على طول لتحت. ده ليه؟ يكون مؤثر في حاجه؟
هي دي يا ابو حميد بتبقى نتيجه للقعده الغلط، بتاثر على الفقرات العنقيه، بتعمل بوادر ديد بنسميها مبادئ خشونه في الفقرات. مبادئ الخشونه في الفقرات بتسبب الم وبتسبب كمان صداع. يعني في ناس بيبقى تهيئ لها، يمكن زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، ان اسوأ انواع الصداع اللي بيبقى جاي من الرقبه. يعني في ناس بيبقى عندهم حاجه بنسميه الصداع العصبي اللي بيبقى جاي ناتج عن القعده الخطا او انحناء الراس او التوطيه. في ناس كمان عندهم مشكله تانية اللي هي مشكله التنميل اللي بيحصل زي ما حضرتك بتقول. يعني موضوع التنميل ده هو وارد ان يبقى موجود، وارد انه بيحصل نتيجه لوجود لمس العصب او الضغط على العصب. في معانا اتصال استاذ شريف. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا شريف، ازيك؟ اتفضل. الله يديك الصحه يا دكتور. اتفضل حبيبي. شوف يا دكتور، انا ظهري وتعبني وجعني، في الم جامد جدا. تمام. نازل على فخذ رجليه. ساعات في تنميل في الفخذ كتير قوي. رحت لكام دكتور؟ انه ناحيه اكتر يا استاذ شريف؟ الشمال الشمال اكتر ولا اليمين اكتر؟ لا الشمال يا فندم. تمام. طبيعه شغلك ايه يا استاذ شريف؟ انا مدير مطعم، بتحرك كتير يعني. في حركه طبعا. ساعات سوق السياره، بس ساعات سوق يعني سوق العربيه شويه. تمام كتير. تمام اتفضل. ساعات الميه عندي شويه اللي هو التبول. ساعات في حرقان. تمام. رحت كام دكتور انا؟ قالوا لي عمليه، واللي قال لي علاج، واللي قال لي عمليه. بس اكتر الناس اجمعوا على عمليه ولا علاج؟ والله يعني مش عارف ولا ده فيه يعني. واحنا بنخاف من العمليه يعني. كلمه قالوا لي ما بين الرابعه والخامسه. وعاوز تثبيت فقرات. تثبيت كمان؟ يعني احنا عدينا مرحله الغضروف الى مرحله التثبيت. قالوا لي طبعا الغضروف فرقع حاجه زي كده. طيب انا عايز خامسه زي حضرتك طبعا وزيهم. قالوا لي الغضروف فرقع او بز زي ما بيقولوا، بز كده. ايوه. وابتدت يعني محتاج تعملها تعمل عمليه واسمه دوت، وده هياثر عليك شويه. طيب ابتدت رجلات شويه تتعبني. اقف شويه اتعب، امشي شويه اتعب. بس انا مش عارف. انا عايز اسالك سؤال بقى يا استاذ شريف. اتفضل. يعني ونتكلم بصراحه، الله يخليك، لان ده هيفيدنا. انت بقالك قد ايه بالظبط تعبان واشتكيت بظهرك واشتكيت برجليك؟ والله بقالي سنين يا دكتور. سنين كم سنه تقريبا؟ والله ما عاد احددها. انا ما اشتكيتش قوي غير مثلا من حوالي 4 سنين مثلا. لكن قبل ال4 سنين كان مثلا 3-4 سنين كمان شكوى بتروح وبتيجي ومستحملينها. مستحملها. مش كده؟ وصل مسكنات. وصلنا من 4 سنين شكوى بقت جامده، دي المرحله اللي الغضروف طلع فيها وبدا يضغط على العصب. والله هي من سنه ونص بالظبط انا رحت للدكتور. بدون ذكر اسمه. تمام. وبعدين رحت الدكتور ثاني وثالث. جميل. هو ده يعني هو يعني هي بس المشكله يعني مش هقدر اقول له عمليه، وعين اللي قال لي خد طيب مقويات. حقن تاخدها، طب خد مسكنات. وبعدين رجع ثاني الالم. في دكتور بصراحه يعني قال لي لا مش ماشي عندي حاجه عمليه. وفي دكتور ثاني برضه شفته قال لا من غير عمليه يعني هتخف. تمام. انا مش عارف والله، انا اعمل اشعه واعمل حاجتي. جميل. ومش عارف هل انا يعني انا هقول لك اصلي انا ليه بسال حضرتك يا استاذ شريف؟ لا اتفضل يا فندم. لان هو احنا هو ده طبعنا احنا كمواطن، بنخاف من كلمه عمليه وبنقلق. بس انا عايش بالم، وبدا الالم يعني بيعيق حياتي، وبدا ياثر معايا شويه في البول، وبدا ياثر شويه في الحركه، ويمكن برضو في الحاله الجنسيه بتضعف او عندي مشاكل معاها. وساعات احنا ما بنواجهش هذا الكلام وبنحاول نخبيه في مقابل ان احنا لا انا مش عايز اسمع كلمه عمليه. ايوه. ساعات بفرح كتير جدا بالدكتور اللي ما بيقولش عمليه، ده دكتور ابن حلال. لا بينما الدكتور اللي قال عمليه ده احنا ده دكتور ملعون ومش عايزين نعرفه. ده يخلينا دايما ندخل في الدايره بتاعت ايه، اصل في دكتور قال ودكتور ما قالش، يبقى الدكاتره اختلفوا. تمام. يقوم جاي مودينا يقول لك اصل انا اسمع ان في واحد في محافظه مش عارف ايه بيعمل بالخشبه والعصايه وبالجريده وابو. سمعت عن الناس دول ولا لا يا استاذ شريف؟ طيب كمالة الموضوع يا جماعه، يعني استاذ شريف جميل قوي ان هو بيحكي لنا ببساطه. يعني مشكلتنا بدات ان انا عندي مشكله وغضروف، واتقال لي عمليه، لا انا مش عايز عمليه. هو دايما احنا بنقول ايه، انا بروح للدكتور واتنين، اذا اجمع الاغلبيه بس يكون ناس متخصصه، لان ممكن اللي يقول لك ما تعملش عمليه ده يكون دكتور عظام عادي، او دكتور جلديه، دكتور بطنه، او دكتور بتاع الاطفال اللي انا بودي له ابني وقال لك اوعك تعمل عمليه، او ساعات حكيمه ممرضه، او الدكتور الصيدلي اللي جنبنا، او حتى جاري. وبنسمع الكلام قوي في الكلام ده، يقول لك ما تعملش عمليه. ليه؟ اصل عمليه ده فيه وحصل. اقفل الباب ده، اقفل الباب. طب حد يقفل لي باب الالم، حد يقفل لي باب المضاعفات اللي جايه.
ما حدش بيقفلها، لكن احنا بنسيب الباب مفتوح الى ان نصل الى ندخل في الباب السحري بقى، باب الدجل. يقول لك بص الكريم، وبتيجي على الشاشات الكريم السحري اللي جاي من زيت الوزة وزيت البطة والنعامة والأرنب، وادهم منه هتبقى زي الفل. يا جماعة ما وصلناش ان ده يرجع الغضروف، وإلا كنا عملناها براميل وفرقنا بيها الزيوت دي كلها. فيعني مهم جدا ان احنا نعرف ايه المشكلة وندور على حلها. هنكمل ونجاوب برضو استاذ شريف في حاجات، نقط كتير هنتكلم فيها. معنا اتصال. استاذة نيفين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. اهلا استاذة نيفين، اهلا بيك. انا عندي مشكلة في ظهري. ايوه دلوقتي صوابع رجلي بتتحرك، معرفش ليه. يعني بتتحرك لوحدها؟ اه لوحدها على طول باستمرار. كنت نايمه قاعده بلاقيها بتتضم على بعضها كده. وبعدين طب في وجع في اسفل الظهر يا استاذه نيفين؟ اه عملت اشعاعات رنين كتير وكده. قال لي عندك في انزلاق غضروفي وفي غضروفين. تمام. طيب وفي طبعا دلوقتي عضله الرجل من تحت ومن فوق وجعاني. اللي هي من عند الفخذ كده، ما بقدرش اقعد عليها. طيب احنا سننا كام سنه يا نبيل؟ دلوقتي برضو في بقع بول بتنزل. وحللت وما طلعش في حاجه في الكلى ولا حاجه. عندي كام سنه يا استاذه نيفين؟ نعم. عندي كام سنه حضرتك؟ عندي 47. 47. وزننا اخباره ايه؟ لا هو هو زايد شويه. زايد شوية قد ايه كده؟ 10 15 20؟ انا ما هو يعني هو انا طويلة وعريضة شوية وليا بطن حد. تمام. يعني هنقول مثلا في زيادة مثلا حوالي 20 كيلو تقريبا. 20 كيلو؟ يعني في زيادة حوالي 20 كيلو في وزنك؟ يعني متهيألي لا اقل من كده شوية. طيب جميل خالص. جميل خالص. طيب يبقى احنا مشكلتنا الصوابع اللي بتتحرك لوحدها، مشكلتنا ان البول بدأ يسبقنا، عملنا أشعة طلع عندنا غضروف. قالوا لك ايه لما عملنا الأشعة يا أستاذة نيفين؟ هو معظمهم قالوا يعني في قال لي عمليه وفي قال لي اللي هجيب نسبه 50% معاكي وفي قال لي اللي هيعمل هنعمل شريحه ونثبت وكده. بس انا طبيعه العمليه انا ذات نفسي خايفه من العمليه. جميل. يعني خايفه فعلا يعني. جميل. ما احنا زي ما احنا كنا بنناقش دلوقتي وده دورنا ان احنا نقول ايه. وبعدين دلوقتي انا ما بعرفش طول الليل عندي حاله بقى قلق شديد من التعب اللي فيا. كل شويه انام على اتجاه، تقليب كتير. وجع جامد دلوقتي وانا بمشي، حاسه ان انا ماشيه عامله زي البط كده يعني. مشيتي مش مظبوطه خالص وتعب. وبمسك المفاصل المفاصل من الفخذ من فوق وانا ماشيه. تمام يا استاذه نيفين. كويس. ورجلي تقيله بطريقه غير طبيعيه. كويس. بس هو انا دايما بسال يعني هل الخوف هيوصلنا لحل للمشكله؟ احنا بقالنا فتره مش عارفه بصراحه يا دكتور الموضوع ده عامل لي. لا لا بصي يعني هو مش كل ما اسمع عمليه اتعب، لان انا عملت نبيل. عمليات قبل كده كتير. بس الموضوع ده خوفني فعلا. طب اشمعنى يعني ما خفتيش في العمليات الاولانيه وجايه النهارده تخاف في عمليه مصيريه؟ العمليه دي مصيريه وهتغير من حياتك. يعني انت حضرتك دلوقتي لا عارفه تنامي ولا عارفه تقعدي ولا عارفه تمشي. ولو انا جيت ولو جيت اقول لحضرتك روحي خسه تقولي ما انا ما بعرفش امشي. لو جينا اقول لك اعملي اتحركي يمشي لك كل يوم كيلو واتنين، هو انا عارف اقعد عشان امشي؟ مش كده؟ فطبعا الموضوع احنا بنسيبه لحد ما يتعقد ومش عايزين نحله. موضوع الخوف هو موضوع والله كل الناس بتخاف. يعني انت لو جيت تقول لواحد ادي لك حقنه، ها عضل ولا تاخد بدلها برشام؟ هيقول لك برشام لان انا بخاف الحقنه، ده انا لو بطل. كل الناس كده. يعني ظاهره الخوف دي. لا هو مفيش مسكنات دلوقتي يا دكتور ما نفع معايا خالص. ما هو مش هينفع. ما احنا اصل احنا عدينا هذه المرحله. مسكنات. احنا عدينا هذه المرحله ده بالعكس. المسكن هيتعب لك معدتك، والقولون هتلاقيه تعب. أيوه. والجدار المعده جه فيه قرحه، والكلى بتتعب، وبندخل بعد شويه في هشاشه في العظم من كثره المسكنات. ويوم من الايام حضرتك هتقولي يلا يا دكتور محمد نعمل عمليه، هبص على الاشعه الجديده، اقول لك والله ما عادش ينفع يا استاذه نيفين. لان ليه بقى؟ الادويه والحاجات دي ساعات بتعمل لنا معوقات للعمليه. اصل احنا هنحط يعني هي صوابع رجلي دي يا دكتور من ظهري من الضغط اللي على العصب. ما العصب مخنوق، فالعصب يبدا يعمل ايه؟ عارفه بيرفص. يعني زي ما بنقولها كده، العصب لما بيتضغط جامد جدا، ها بيبدا بقى يقول لك ايه، بيلفظ انفاسه الاخيره. يعني العصب مخنوق يعمل يدي كهرباء بشحنات مش مظبوطه للعضله، تبدا حركات لا اراديه. وهو ينفع يا دكتور تسليك عصب في الحاله دي؟ بينفع تسليك عصب وتنفع تثبيت فقرات. يعني في دكتور قال لي على الموضوع ده. لا تسليك العصب في الرجل من تحت يبقى انا ما حلتش مشكلتي، ده انا لازم اعملها من الظهر من فوق.
لان لا في الظهر ذات نفسه، في الفقرات، في الفقرات نفسها، في الفقرات قال لي ممكن نخش نسلك عصب. بالظبط تمام. انا لما بندخل احنا بنعمل اربع حاجات او خمس حاجات جوه، مش عمليه واحده. انا بدخل مثلا نمره واحد، احنا اتفقنا عندنا غضروفين او غضروف ووزننا زياده، يبقى دي بدايه الكلام. انا لو هعمل عمليه يبقى لازم اعمل دعامات وتثبيت العمود الفقري. اوعى حد وزنه زياده ويروح يعمل عمليه وما يعملش دعامات. انا بخاف الدعامات، لا ده دي اللي هتقوي لي الظهر، لان هيبقى ظهر ضعيف بعد العمليه. يبقى اذا هنحط شروط كده، هنقول امتى نعمل عمليه وامتى ما نعملش. يعني احنا دايما لما بنحط القواعد العامه مش هنغلط. يبقى انا لو عندي الم قعدت اخد علاج اكتر من سنتين وما استجابش للعلاج، هستنى قد ايه تاني؟ هو العمر فيه كام سنتين؟ نمره 2 يا دكتور، انا بقالي بتاع 15 سنه. حضرتك اتعزمت بما فيه الكفايه، وهذا كلام انا بقوله للناس كلها. كفايه كفايه، تعالى نحل المشكله بقى. احنا قاعدين خايفين، الخوف ما وصلناش الا الى زياده في المرض، زياده في التعب، وزننا بيزيد كل ما ده. ما انا قاعد مش بعمل حاجه، او حضرتك كمان كست بيت مثلا، بيأثر اكيد على حياتك في بيتك، بيأثر على خدمتك في بيتك واولادك، بيأثر لو انت حضرتك بتشتغلي ما بتعرفيش تقدم مهامك مظبوط، او لو بتعملي الكلام ده كله بتعمليه وانت بتتعذبي. لا هو فعلا مأثر يا دكتور، وانا بدات اقع كتير يعني. جميل. تعرضت الايام الاخيره دي لوقعات كتيره. طيب. يعني طيب ربنا يا رب يشفيك ويعافيكي. بس انا هسال حضرتك سؤال لا قدر الله. طب احنا لو في وقعه من الوقعات دي جالنا كسر في الفخذ، هندخل غصب عندنا وعن دماغنا العمليه ولا مش هندخل؟ هندخل واحنا ما حليناش المشكله. واحنا كل ده بن ايه؟ بنعالج في المضاعفات مش في الاصل. يا جماعه نحل المشكله الاصليه، مش هيجي لنا منها مضاعفات جانبيه. يعني انا ناس كتيره جدا جولي عندهم كسور، كسر في الفخذ، وتركب له مفصل صناعي ليه؟ اصله بقى بيتكعبل، بيتعنقل من على السلم، بيقع. لسه كان عندي من كام يوم مريضه جايه من بورسعيد، ست راقيه جدا، بس هي عندها جالها سقوط بقى في القدم. سقوط في القدم، العصب بتاع الرجل ما عادش شغال، فبتمشي، فبدات بدل ما كانت بتلبس الجزمه الجميله مكعب عالي واحنا عارفين يعني الشعب البورسعيدي الشعب دايما بيحب الشياكه والجمال كده، خلاص بقى بتلبس سوري شوز باستك عشان ما يسيبش من رجليها. ها وبدات ايه؟ رجليها بتكحت في الارض وهي ماشيه، هوب اتكعبلت، هوب جالها كسر في عظمه الفخذ. كل ده دخلت مستشفى، ركبت مسامير وشرايح في رجلها، عملت مفصل صناعي، وما عالجناش مشكله الاساس اللي سببت لنا هذا الكلام. بقت عندي رجل بقى فيها عجز سقوط في القدم، وبقى عندي كسر، ولسه الغضروف ضاغط على العصب وما حلتش المشكله. هنخرج من حته الخوف والرعب دي الى جملتين بسيط قوي. هنقول امتى نعمل عمليه وامتى ما نعملش، عشان بس نبقى عارفين احنا واحنا قاعدين في البيت كده نقول احنا من مين؟ احنا من انه فريق؟ احنا مع الفريق ده ولا مع الناس التانيين؟ الفريق اللي محتاج عمليه هو لو حضرتك خدت علاج اكتر من سنتين وما جابش معاك نتيجه. لو حضرتك عملت اشعه وطلع عندك الغضروف بنسميه غضروف منفجر او منزلق، ده محتاج عمليه. لو لقينا في الفقرات سايبه مش مستقره، هنعمل عمليه. خلاص؟ لو بدات تحصل مضاعفات زي التسيب في البول او نقط، يعني مدام نيفين بتقول جمله خطيره جدا، والحقيقه اي ست بتقولها انا ببقى حزين لما بسمعها منها، لان هي بتوجعها نفسيا. انا بحس ان البول بدا يسيب مني غصب عني، ده انا ممكن ابقى في زياره عند حد واقوم التقي نفسي مغرقه الكنبه والانتريه. موضوع صعب جدا، خلي بالكم، موضوع حساس ويؤذي نفسيا بشكل جامد جدا. البول لما يبدا يسيب او سقوط في القدم دي اسمها مضاعفات. في معانا استاذه ليلى. الو، اهلا يا ليلى. ايوه ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت، اهلا بيك يا دكتور. انا جوزي تعبان، هو كان الاول بي بي يعني كان كويس. وجات له جلطه. ايوه فهم. فمن زمان، من كام شهر كده، من 4 شهور كده، بقى يزحف برجله وتعبان وما بيش عارف يتكلم، وايده ما بيقدرش يحطها على بقه كده. يعني هو الجنب اليمين؟ نعم، الجنب اليمين، ايديه ورجليه. ايوه يا دكتور. والكلام تقل. طيب استاذه ليلى بتكلمنا على مريض عنده جلطه. دايما احنا بنقول دايما الجلطات لها اسباب ولها علاج، ومهم جدا هنناقش هذا الكلام. هناخد الاتصال ده هون. استاذ عبد العزيز اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل حبيبي، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 4 شهور ونص دلوقتي. عامل عمليه بقى لي 4 شهور ونص. ايوه. وبعدين عندي في سقوط في قدم كده اليسرى. السقوط ده كان قبل العمليه ولا بعدها؟
لا هو كان تنميل يعني قبل العمليه، من قبل العمليه زاد 2 تمام، وبعد العمليه طبعا ايه ادرك زاد سقوط جامد جوه في الرجل اليسرى. تمام. طيب انت العمليه كانت غضروف في الظهر؟ شوف لاي حد علاج النبي يا دكتور محمد ولا نعم نعم ايوه عامل فقرتين ايوه الرابعه والخامسه. كنت عملت تثبيت في ظهرك ولا حاجه حاجه عبد العزيز؟ نعم وطي التلفزيون شويه. ايوه عامل تثبيت فقرات. عامل تثبيت فقرات. طيب بقى لنا 4 شهور ونص تثبيت فقرات. طيب بص يا حاج عبد العزيز، بس عايز اي حاجه النبي يا دكتور تريح رجلي دي، لان انا باخد دراجتي ايه دي دمره وتجري طول ولا فيش فايده برضه. طيب. وفيتامينات اللي هو دي بوفيت بي 12 وكده يعني. انت منين يا عم عبد العزيز؟ من المنوفيه. اهلا بيك يا حاج. الشهداء منوفيه. يا اهلا وسهلا احسن اهلا بيك يا دكتور محمد احسن ناس. بص يا عم عبد العزيز، انت انا عايزك تعمل اشعه رنين جديده بعد العمليه. ليه بقى؟ لان احنا مفترض ان احنا لما بنعمل العمليه الالم والحاجات دي بتبقى في اول شهر شهرين، بعد كده لازم تقل. طالما العمليه ناجحه لازم تقل التنميل والخذلان والحرقان والكلام ده كله. اما موضوع سقوط القدم فهو بيحتاج وقت، يعني سقوط القدم احنا دايما بنسعى ان احنا ما نوصلوش، ودي دايما انا بقولها في كلامي، بلاش نوصل لمرحلة سقوط القدم، لأن لما بيحصل علاجه صعب، علاجه بيحتاج وقت. يعني في واحد جاله سقوط في القدم امبارح ودخلنا عملنا العملية النهارده، ده ممكن ياخد من 6 شهور لسنة علاج معايا عشان رجله ترجع تاني. يعني الغلطة اللي حصلت في ثواني هتاخد سنين معايا في العلاج بتاعه، عشان كده أنا مش بحب أوصل لمرحلة سقوط القدم. طيب، لو حد جاله سقوط في القدم، هل ده ما يتعملوش عملية؟ لا، نعمل له عملية عشان أحمي القدم التانية، ده نمرة واحد، يعني القدم التانية هتحصل الاولانيه، يبقى ادخل اشيل الضغط اللي على العصب اللي عمل سقوط في القدم ديا، هاحمي الثانيه منه. نمره 2، العصب اللي انضغط ده هيخف بس بياخد وقت شويه، وبنستعين بالعلاج الطبيعي. فعم عبد العزيز من فضلك اعمل اشعه رنين جديده مع اشعات عاديه، واحنا تحت امرك، هتلاقي في تليفونات بتاعتنا موجوده، كلمنا وانا، لان مش هينفع اقول لك على علاجات على الهوا، كلمنا وانا ساعدك جدا يا عم عبد العزيز ان شاء الله رب العالمين. مدام ليلى قالت على المريض اللي جات له جلطه، يعني احنا هنمر النهارده، احنا هنتكلم فيها المره الجايه ان شاء الله. الجلطه اوعدكم، يعني الجلطه وكهربه المخ والشلل الدماغي ومشاكل الولاده، الطفل اللي بيتولد بيجي له نقص اكسجين في المخ ويعيش العمر كله متعذب بالكلام ده، وجاله كهربا وما عادش بيعرف يتكلم ومش موزون، ان شاء الله هنعمل له حلقه ان شاء الله الاسبوع القادم هنتكلم فيها بامر الله تعالى. بس انا النهارده بقول اللي جات له جلطه ده خلي بالكم ضغطه ايه وسكره ايه، لازم نخلي بالنا من ضغط والسكر. الجلطه علاجها مهم جدا في اولها، اول 72 ساعه مهمه جدا في علاج الجلطه، لان في جلطات نقدر ندوبها. طيب لو فضلت الجلطه وثبتت يبقى في علاجات تساعد على تنشيط الخلايا العصبيه وانها ترجع تاني. لابد ان يشمل العلاج على منبهات للمخ، مغذيات للخلايا العصبيه، علاج طبيعي، مقويات للعضله. العلاج الطبيعي مهم جدا، مهم جدا. طيب في معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي انزلاق غضروفي بقالي 6 شهور. أيوة. عندي غضروفين، الثالثه والرابعه والرابعه والخامسه. ايوه. وعندي ضيق في القناه العصبيه، يعني الدكاتره شخصوا قالوا ان انت عندك ضيق في القناه العصبيه. تمام. لكن الغضروفين يا دكتور قالوا لي ان هم صغيرين ومش مستاهلين الجراحه. فقالوا لي بالعلاج والراحه ان شاء الله هتخفي، والخذلان اللي في رجلك ده تمام هيخف، والتنميل، وبالفعل الحمد لله التنميل والخذلان بدا يخف الى حد ما. جميل جدا. لكن اللي بشتكي منه دلوقتي يا دكتور ان انا لو مشيت مسافه يعني 10 دقائق كده رجليا تخدل وتنمل. وغصب عنك لازم تقعدي عشان تريحي. لو نمت على جنب الشمال او اليمين ما اعرفش اقوم رجليا خذلانه برضو. عندنا كام سنه؟ عندي 40 سنه. 40 سنه، وزننا اخباره ايه؟ الوزن انا خسيت، انا كنت 105 نزلت 97 وبحاول انزل كمان. جميل يعني. كملي وزنك، كملي نقص الوزن ده مهم قوي. تمام. ان شاء الله باذن تمام. الله تمام. بس انا دلوقتي يا دكتور يعني هل ضيق القناه العصبيه في يعني حله ايه او علاجه ايه يا دكتور؟ انا مش عارفه. هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا هنا مشكلتين، مشكله غضاريف صغيره، وبعدين مش كل عمليه بنعملها يبقى لازم نشيل الغضروف، في غضاريف بتبقى حجمها صغير بس صغير. أيوة. في وجود هل ضروري ان انا اعمل عمليه يا دكتور؟ لا انا هقول لك، انا هجاوبك، لا يعني ما تستعجليش في كلمه العمليه، احنا الاول لازم نخسس وزننا.
انا عايزك توصلي بوزنك ده لحد ال 80 كيلو، احنا عندنا دلوقتي فيه 15 كيلو زياده. هو طبعا 80 كيلو ده زياده، انت الطبيعي بتاعك المفروض يبقى من 65 ل 70 كيلو. خلينا ننزل ال 15 كيلو الاولانيين عشان ناخد الحكم بتاعنا يبقى مظبوط. طالما ان مفيش غضاريف، ضغط على العصب والتنميل والخدلان بيتحسن، لا ضيق القناه ده حاجه بتبقى في نسبه 70% من الناس خلقيه، انا مولود بيها، بس تبدا تظهر معايا على سن ال 40، من 35 ل 40 تبدا تظهر. هو في حاجه وراثيه خلقيه مولود بيها ما تظهرش الا عند ال 40؟ اه، في من ضمن الحاجات دي ضيق القناه العصبيه. طيب ضيق القناه العصبيه ده، هو انا لما اخد علاج القناه العصبيه هتفتح اللي مولوده ضيقه؟ خالص، بس انا بقلل الايه الضغط اللي عليها. زي بالظبط ايه؟ لو عندك ماسوره ميه رفيعه كده وانت في الاخر فاتح لها 10 حنفيات عشان تاخد منها ميه، هي كل حنفيه هتنزل قد ايه؟ مش هتنزل حاجه. لكن لو نفس الماسوره الرفيعه دي ركبت في الاخر حنفيه واحده، يبقى يا دوبك الميه هتكفيها، يبقى اللي بياخد منها هيبقى مبسوط جدا. يبقى اذا الوزن الزياده على الضغط بتاع الفقرات بتاعتي بيضعف الاعصاب بتاعتي، فمخارج الاعصاب هتبقى ضعيفه، وهيبقى العصب بيشتكي شكوى شديده جدا لان الضغط فوقيه زياده. طب انا لو خسست بس العضله هتاخد كفايتها من العصب، العصب هيشغلني، بدل ما امشي 5 دقائق 10 دقائق اقدر امشي ساعه، بدل ما بمشي شويه ورجليا تنمل وتخدل لان العصب مخنوق والدم ما بيجريش فيه، لا ده انا اقدر امشي 2 كيلو ما عنديش مشكله. يبقى اذا الموضوع مهم جدا هو انقاص الوزن. حضرتك ما تعمليش عمليه دلوقتي ولا حاجه، نمتى نعمل عمليه بقى في حاله حضرتك؟ لو انت مش عارفه تخسي بقى، لو انت وصلت لمرحله ان انا ما عدتش قادر انزل عن كده، ودي كتيره جدا بنقابلها، وفي اجسام كمان ما بتنزلش بسهوله، لو انا مش قادر انزل يبقى تعالي بقى نعمل لك حاجه اسمها توسيع للقناه العصبيه، ودي عمليه سهله وعمليه بسيطه، والعمليه دي اصلا احنا بنخليها للناس كبار السن، يعني دي من العمليات السهله جدا لما يبقى حد عنده 3 4 غضاريف 5 غضاريف في ظهره والقناه ضيقه ومقفوله والغضاريف ناشفه، فبنعمل حاجه اسمها توسيع للقناه العصبيه. توسيع القناه العصبيه دي عمليه بتستغرق حوالي ساعه زمن، بنوسع بنريح العصب، ما عادش يبقى فيه الاختناق ده، وبرده بنكمل لما بنقدر نمشي نكمل الخساسان بتاعنا. في معانا اتصال، استاذ نوال. الو. ايوه استاذ نوال، لو سمحت يا دكتور. ايوه اتفضل. انا عندي 57 سنه. ايوه. وعملت عمليه الغضروف الفقره الخامسه. ايوه. وبعد ما عملتها بعد 4 شهور حسيت بألام فظيعه في رجلي، ما بقتش اعرف احركها، وبقيت عندها اشعاع تاني رنين. الدكتور قال لي ان في ظهرك تليفات. وبعد ما بعديها قال لي لازم عمليه تاني. تمام. عمل لي عمليه تاني اللي هي التليف، بقى لي دلوقتي 3 شهور سنه جدا. نفس رجلي ونفس الالم ونفس التنميل. وزنك قد ايه؟ كام كيلو حاجه نوال؟ وزني 79 كيلو. 79 كيلو. طيب عمل لك تثبيت في عمليه التسليك ولا لا الثانيه؟ عمل لي ايه؟ تثبيت للفقرات. لا ما عملتش تثبيت للفقرات. طيب هو ده سبب وجود الالم دلوقتي؟ لان احنا دايما لما بيحصل، انا عملت يا دكتور اشعه ثاني رنين بعديها بالصبغه. قال لي في برضه حته تليف ثاني هي اللي عامله لك كده بس بعيده، هو عمل لي التسليك وقال لي ده انا عملت لك نسيج يبعد عن العصب التليف ده. فهو قال لي دلوقتي انا هعمل لك حقن، فانا خايفه من الحقن ده. لا هو الحقيقه الحقن يعني برضه هنقول لك جربيه، بس يعني الحقن مش دايما بيجيب نتائج كويسه، ده ساعات بيزود التليف وساعات بيزود الالتهابات. لكن هو يعني اساس الموضوع، يعني احنا دايما لما بنتكلم وبتسمعوني بقول دايما في عمليات بتحتاج دايما تثبيت معاها. يعني ايه هو ليه التثبيت ده؟ لما تبقى الفقره ضعيفه هي دي اللي بتجيب التليفات، لان احنا بنقول دايما التليفات بتاتي من 3 اسباب. نمره 1 حاجه خاصه بجسم المريض، في بعض المرضى وخاصه اللي بتبقى بشرتهم داكنه اللي هي السمره القمحيه الزياده، دول دايما بيبقى عندهم ميل للتليفات، او الناس اللي وزنهم زياده ممكن يبقى عندهم ميل للتليفات، او الفقره السايبه اللي انا مش واخد بالي منها بتعمل تليف. يبقى اذا انا لما باجي اعمل عمليه بشوف وانا في العمليه لقيت الفقره ضعيفه وسايبه اثبت على طول ما فيهاش كلام علشان امنع ان يبقى لها ديول تانية وتليفات. طيب انا النهارده عملت العمليه وداخل تاني مره هعمل التليفات، ما اعملش بقى التليفات بقى، ده ندخل اثبت الفقره وازيل التليفات واسلك الاعصاب.
حكايه ان احنا نحط النسيج اللي بيمنع او ما نحطوش دي ما تفرقش كتير. النهارده بعد عمليات اللي هي دعامات الفقرات او تثبيت الفقرات الموضوع بينتهي تماما عمليه التليفات. طيب انا النهارده عملت للمره الثانيه وعملت اشعه ولقيت ان انا ما زالت عندي مشكله وتليفات، طب ما انا لو هدخل تاني واشيل التليفات هترجع تتكون تاني، يبقى انا عملت ايه؟ لا ده انا المفروض لو بعمل هدخل اعمل تثبيت للفقرات وممكن بقى نعمل الحقن واحنا شغالين جوه، انا شايف العصب واظبطه وانا داخل. يبقى حضرتك في الاخر جربي العلاج، جربي الراحه، جربي العلاج الطبيعي. انا دايما مش متحمس لحكايه الحقن دي الا في حالات معينه، وخاصه لما يبقى انا عارف السبب. انا عندي السبب هنا هو ان الفقره مش مستقره، الفقره محتاجه تثبيت وكانت محتاجه تثبيت من البدايه. طيب معانا اتصال استاذ طارق. طيب انا عندي لكم شويه افلام عايز اوريها لكم وشويه حاجات كده، يا ريت نبص عليها كده مع بعض علشان ايه الوقت بيجري بينا، وفي حاجات لطيفه كده نبص عليها. عايز اوريكم يعني ايه كلمه الغضروف، والغضروف يعني ايه بيفرقع، يعني الغضروف لما بيفرقع ده بيفرقع ليه، يعني ايه اللي يخلي غضروف يفرقع وغضروف ما يفرقعش. وبندخل بقى في الكلام الخطير جدا اللي بيخوف الناس مننا، نعمل عملية ولا ما نعملش. طيب احنا ندخل هنا في شوية صور، انا عايز اوريكم شوية صور. بصوا معايا على الصورة دي، ادي مريضة هون، ده حد شوف الغضاريف اتاكلت خالص، الغضاريف لونها بقى اسود خالص، اوريكم الغضاريف السليمة بتبقى شكلها ايه، بس شوف التاكل والقناة العصبية اتقفلت وتسدد. ده غضروف في 2 3 4 5. انا بوريكم بدي لكم بالصورة دي عشان اقولك قد ايه احنا ساعات بنبقى قاسيين على نفسنا وبنهمل نفسنا. شايف الغضروف العنقي بقى لما بيبقى كبير، دي انا كنت بوريكم المرة اللي فاتت هذا الكلام، بقولك بص ادي الحبل الشوكي وادي الغضروف لما يفرقع ممكن يقطع الحبل الشوكي ممكن يعوره. غضروف 2 يبقى انا ده ما سيبهمش، ده انا بدخل اشيله بالمنظار يرجع الغضروف يبقى طبيعي جدا. بص على دي بقى، ادي الغضروف القطني، شوف الغضروف السليم اهو بيبقى لونه ابيض جميل اهون، تمام الغضروف لونه جميل ابيض، بينما ده لونه اسود وخرج بره. شايف الديل اللي نازل منه ده، ده غضروف بنسميه منفجر. الغضروف المنفجر زي ما اتعلمنا وقلنا لا ملوش غير ان انا ادخل واشيله، ده دخلنا وعملنا العمليه الموضوع انتهى ما عادش عندي فيه مشكله. بص هنا ادي غضروف برضه اهو، شوف نازل لحد فين، ده هيلمس الغضروف اللي تحتيه. ادي الفقره اللي انزلقت اهي، قول لي بقى الفقره دي ترجع ازاي من غير ما ارجعها، من غير ما اثبتها. وبعدين انا مش هرجعها واسيبها، ده انا لازم ارجعها واثبتها اقويها بحيث انها ما تنزلقش تاني. شايف المنظر، الفقره مترحله عن اختها اكتر من 2 سم. اه شايف، ادي هنا زحزحه فقريه، ادي زحزحه فقريه، ادي زحزحه فقريه. بص بقى ده الغضروف هنا تاكل بقى، هنا حصل تاكل في الغضروف. شوف العصب السليم حلو جميله، تعالى هنا العصب بقى غلبان، عصب بيشتكي، ده مضغوط تماما تحت حلو جميله، لكن هنا الفقره متاكله. طب قول لي بقى هخاف ليه؟ ده خاف كتير قوي، المريض ده قعد خايف 10 سنين لحد ما وصل لهذه المرحله، وجاي بقى بيقول لك الحقوني باي حاجه ان شاء الله حتى تقطع لي رجليا. ايه رايك في ده؟ غضروف وتاكل كل الفقره، نسيب نفسنا ليه لما نوصل ده؟ ما هو دي يا جماعه دي اشعاعات حقيقيه لمرضى حقيقيين. شايف حادثه الفقره تتكسر، ها الحبل الشوكي يتقطع، خلي بالك الرقبه زي ما كنت بقول اكثر عرضه للاصابات والحوادث. الغضروف القطني شايف قد ايه منفجر، فرقه عامل زي البالونه، ادي غضروف ده يتساب ليه؟ ها قناه العصبيه ضيقه، ادي غضروف 2 3 4 5 والقناه ضيقه. المريض ده ممكن ما اشيلش الغضاريف بس اعمل توسيع هنا، ده مريض كبير في السن 65 سنه بس ما عادش قادر حتى يدخل الحمام، يعني دخول الحمام بقى شبه مستحيل. شوف هنا ادي واحد تاني اهو، وده انا بقول لكم ان العمليه دي بخليها دايما للناس كبار السن لانها عمليه سهله وبسيطه وسريعه ونتائجها كويسه جدا. طب بص هنا ادي غضروف، شوف الغضروف السليم لونه ابيض حلوه، بص ده غضروف 2 3 اسود خالص وفرقع بقى عامل زي البالون. بص على المنظر ده، العصب هنا واسع حلوه، هنا بنوصل لمرحله الاختناق. ما انا ما اجيش اقول انا خايف واسيب المنظر ده، بينما اروح بقى اعمل خزام في ظهري. انا بوريكم النماذج اهو، دي حقيقيه، الناس ده عملت كده اهو خزام اهو، عملوا مره وما فلحش راح يعملوا تاني مره تانيه، وده منتشر بقى عندنا في الفيوم وبني سويف والبحيره والمنزله وكفر الشيخ والغربيه، كل ده منتشر.
ايه رايك ده بقى؟ ده راجل اشجع شويه، ده كوي بالنار، ده جاي من الصعيد بقى، كوي بالنار، كوى بالنار وظهره اتحرق ولع اهون، وجاي يا عيني يقول لك ايه، اصل انا مش عارف امشي، بينما لما عملنا له الاشعه طلع ده، شايف ده ايه؟ ده ورم حميد جدا موجود جوه. انا لو كويت ولا ولعت فيه هيخف ازاي ده؟ اهو شايف الورم؟ شايف قد ايه؟ ده حله كده، دي فقره سايبه اهي، هوري لك الحل بتاعه، ان احنا دي ادي الفقره المكسوره، مهم قوي ده. شايف العمود الفقري بقى معوج ازاي؟ لما فقره بتتكسر في مريض بيبقى عنده هشاشه ساعات في العظم، ممكن هنا اعمل حقن واعمل تثبيت، هنا فقرتين اهم، وممكن المريض ده اصلا ما يبقاش عنده هشاشه، فالعمليه بتبقى انجح، بتبقى انجح بكتير جدا. خلاص؟ ها ايه رايك بقى؟ غضروف 2 3 4 جم امتى دول؟ وسبناهم ليه؟ ادي المريض اللي كان عنده الكتله الداخليه الجميله جدا جوه، وكان عامل الخزام ده، ها شوف العمليه فتحت طلعت لك ده، هوريه لك، شوف قد ايه ورم كبير، قد ايه مال القناه العصبيه كلها، شايلينه في ايدينا، شوف حجمه قد الخيارايه، حجمه كبير جدا. الغضروف ده نسيبه ليه؟ ده غضروف انفجر، ويقول لك اصل انا خايف، اصل مرعوب، اصل انا سمعت ان هم اللي بيعمل عمليه العمليه بتبوظ، لا ده بترد، لا يا جماعه اللي احنا بنسمعهم وبيكلمونا دلوقتي يقول لك العمليه ردت، هي ردت لان اتعملت غلط من البدايه. لما بنعمل حاجه صح ما بيحصلش فيها مشكله، ودايما نجاح العمليه بيتوقف على مين الجراح وعملها فين، وبعد العمليه خدنا بالنا منها ازاي. شوف العظم التاكل، تاكل في الفقرات، انزلاق غضروفي قد القنبله اهو، بالونه، شوف الفقر عامله ازاي. ده الغضروف الجميل السليم الحلوه، والعصب جميل. تعالى ده، ها غضروف منفجر، كلمه منفجر تساوي عمليه. ده تاكل بقى في الغضاريف، وضيق في القناه، ده بتاع التوسيع، ده جميل، ده عايز توسيع. هنا بقى كان عنده درن، ميكروب درني جاي في الفقرات والتهاب في الفقره، ده لازم نعمل تثبيت مع وجود الدرن. بنعمل تثبيت مع وجود الدرن، تبدا الفقره ترجع تنمو من اول وجديد. شايف العظم اتاكل خالص، لا ده انا بدخل اثبت فوق وتحت واشيل، شايف ده خراج درني هو داخلي، واشيل الخراج ده هون، يبدا المريض بتاعي يتحسن. طب المريض اللي فقره مكسوره ده، طب ده يتعالج ازاي؟ نقول له البس حزام ونام 6 شهور، ولا لو قعدت 6 سنين جنبه؟ ده محتاج ان انا اتدخل واعمل له عمليه. المريض اللي عنده الفقرات اللي قفلت مننا ديا، لا ده ما نسيبوش. الغضروف الكبير المفرقع ده، لا ما يتسابش. ناس بتخاف. ادي الرقبه، شايف الرقبه بقت عامله ازاي؟ وده الخوف بقى يوصلنا للمراحل ديا، بعد ما نعمل العمليه نقعد نعيط نقول اصل ما جابتش النتيجه معايا. شايف انزلاق، انسداد في القناه، حصل ضمور في الحبل الشوكي. طب غضروف زي ده، جبل جوه، شوف الحبل الشوكي بقى عامل زي الفتله، وتيجي بعد العمليه تقول لك اصل انا لسه ايديا بتنمل، ما لازم هتنمل. هنا خبطه عملت قطع جزئي في الحبل الشوكي. الناس اللي هي بيضحك عليها ويقول لهم تعالى اما ازرع لك خلايا جذعيه، يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده ما بينجحش ولسه تحت التجارب، محدش يعمل كده. ادي غضروف 2 انفجار في الغضاريف اهون، تاكل والفقره شايف الانحناء الشديد ده يخلي ديت مريضه مش قادره تتحرك. الكلام كتير جدا، شايف وصلنا يعني، ده انا نفسي افهم البني ادم ده، يعني ربنا يكون في عونه عاش ازاي. فقره مكسوره بقالها اكتر من 4 5 سنين، ورجعت واحده جديده جدت عليه. طبعا ده احنا عملنا له عمليه ثبتنا له 4 فقرات. طبعا التثبيت هنا بيبقى صعب، ناس بقى بتروح تعمل حجامه، تعمل كوي، كل ده اشكال والوان من شايف النار، الحرق بالنار عامل ازاي؟ حرق، حاجه رهيبه جدا، يعني انا بيصعب عليا الناس، بينما نعمل عملية شايف ده، ادي ورم 2 كانوا جوه الحبل الشوكي وشلناهم، طلعوا في الاخر هما. قول لي بقى لو كويت وولعت في البني ادم ده هيخف ازاي. انا مش هطول عليكم، انا دايما يعني احنا بنقول عندنا مشكلة تعال ندور على حلها، الحل دائما متاح وموجود، بس احنا لازم نحل صح، لان ما تجيش تقول لي انا عملت عملية في مكان مستواه ضعيف جدا، او عند جراح خبرته ضعيفه جدا والنتيجه وحشه. ما هو يا جماعه لو انا ما بعرفش اسوق عربيه ما انا هعمل بيها حادثه، ما اجيش اقول ان كل الناس ما بتعرفش تسوق، لا خالص، احنا عندنا اطباء في منتهى البراعه والكفاءه، ومن اشهر الاطباء في العالم كلهم اطبائنا المصريين الجمال الحقيقه، واحنا بنفتخر ان احنا نكون جزء من هذه المنظومه، وبفضل الله سبحانه وتعالى بيجينا ناس من كل اقطار العالم العربي والدول الخارجيه بيجونا علشان نقدر نساعدهم في قرارات وعمليات العمود الفقري
اللي هي صعبة في أمريكا وصعبة عندنا. يعني الموضوع ما هو سهل قوي، ولكن نسب النجاح بتاعته عندما تصل إلى 95% يبقى احنا بنتكلم إن شاء الله رب العالمين في أمل كبير جدا. وكل يوم الجراحة بتتطور، النهاردة بنشتغل جراحة بالمناظير، بنشتغل جراحة بالليزر، بنشتغل جراحة بالميكروسكوب الجراحي، بنشتغل جراحة التثبيت. كل يوم بفضل ربنا سبحانه وتعالى التقدم في العلم كبير جدا، وفضل ربنا علينا واسع قوي. بس بلاش نضيقها على نفسنا، تعال نحل المشكلة. لو في أي مشكلة احنا دايما بنبقى موجود عشان نتواصل مع بعض، علشان نساعد ونقول ايه الممكن وايه اللي ما ينفعش وايه الصح انه يتعمل. ومحدش يزعل من كلامي، يمكن ساعات ببقى ايه يعني بقصه شوية في كلامي، بس بقول لك من فضلك ما تسيبش نفسك لخوفك، ما تسيبش نفسك لواحد جاهل يوجهك غلط، ما تسيبش نفسك من فضلك لواحد نصاب او دجال يقول لك تعالى ما اعمل لك الحقنة اللي بتضيع لك الغضاريف، ده انا عندي الجهاز اللي بيشيل اللي مش عارف ايه. يا جماعة لو الموضوع بسهل كده كنا احنا جبنا الاجهزة ديا ورصيناها، وكل عيان تعالى خد لك قاعدة على الجهاز هنطير لك الغضروف اللي عليه. الموضوع مش بسهولة ديا، الموضوع محتاج مننا فكر وعلم ودراية وحكمة وامانة. ان شاء الله نسأل الله لكم جميعا الشفاء والعافية، نتمنى ان نراكم على خير، وان شاء الله نتواصل مع بعض الاسبوع القادم يوم السبت والحد في نفس الميعاد الساعة 1:15 من كل اسبوع. ان شاء الله نتمنى لكم الشفاء، تليفوناتنا عندكم، ان شاء الله نتواصل، واللي عنده مشكلة يقولها لنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.